تغطيتنا مباراه الاهلي ويانج افريكانز من العاصمه التنزانيه دار السلام. جمهوره ده حمايه، فين ما نروح بنلاقي جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر فرقته ومعاه دايما في كل مكان في العالم. يعني معانا جمهور النادي الاهلي هنا في تنزانيا، يعني النادي الاهلي وجوده في تنزانيا شايفه ازاي وبيمثل لكم ايه؟ طبعا احنا فرحانين جدا بوجود النادي الاهلي، وده شرف عظيم ان احنا من جماهير النادي الاهلي وانتمائنا للنادي الاهلي طول العمر، ومرحبا بيه في قلب تنزانيا، ويشرفنا النهارده ان شاء الله رب العالمين. نتمنى له الفوز على فريق يانج افريكا. الماتش طبعا مش سهل، ماتش قوي جدا، فريق امكانياته كويسه، بس الاهلي فوق الجميع. الاهلي احسن فريق في افريقيا، احسن فريق في مصر. كل التوفيق ان شاء الله يكون حليف الاهلي النهارده ان شاء الله رب العالمين. شكرا. يعني مكملين مع محبين النادي الاهلي، ويعني استاذ حسام من شركه المقاول العرب احدى الشركات الوطنيه العامله هنا في تنزانيا. يعني مباراه الاهلي ويانج افريكانز، وجود النادي الاهلي والقوه الناعمه وشعبيه الاهلي بقى في افريقيا، حضرتك مقيم هنا، كلمنا عنها. اكيد عارف حضرتك، عارف يعني دور المقاول العرب في استقبال فريق الاهلي في افريقيا كلها، وده واجب احنا بنعمله اصلا اول ما بنتبلغ ان فريق الاهلي جاي بلد في افريقيا. فبتجينا تعليمات مباشره من مجلس اداره المقاول العرب كشركه او كنادي، بتجينا تعليمات مباشره ان احنا نوفر كل حاجه نقدر نعملها للفريق، وان احنا نبقى متواجدين معاه تقريبا 24 ساعه، ونوفر كل حاجه نقدر نعملها بحيث ان احنا نخلي الدنيا للفريق اسهل حاجه ممكنه. ده غير طبعا ان احنا معجونين بميه الاهلي، فالثالثه شمال دي مكاننا اصلا، فمستحيل ان احنا نشوف الاهلي محتاج اي حاجه او في اي حاجه في ايدينا نقدر نعملها ونتاخر بيها عن النادي يعني خالص. شعبيه الاهلي بقى في تنزانيا هنا كلمنا عنها. لا حضرتك مش متخيل، انا لما بلبس تيشيرت الاهلي وبمشي بيه في, في 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 تنزانيا كل الناس عارفاني، جمهور سيمبا جمهور يانجا اكبر فريقين في تنزانيا. الاهلي بقى اخباره ايه وحاسين بايه بقى والاهلي موجود معاكم في تنزانيا هنا، كلميني. انا حاسه ان الاهلي هيكسب، وانا حاسه ان الاهلي هيبقى هيجيب 3 جون والفريق التاني 1. نادي الاهلي بقى وجوده هنا بقى وانتوا صغيرين كده وتربيتوا على حب الاهلي، كلمنا عن كل دوت واحساسك ايه بالماتش النهارده. مش عارف، اما نشوف الماتش النهارده. انا سكور بتاعتي 2-1. مبسوط ان الاهلي هنا في تنزانيا وشايفين النادي الاهلي قدامكم هنا؟ انا ده التاني مره ليه. بتحب مين من اللعيبه بقى وشايف ان هو نجمك المفضل او ماسك الاعلى؟ كهربا وافشم وعلي معلول. كملين مع جماهير النادي الاهلي في تنزانيا عن المباراه النهارده، شايفها ازاي وتتوقع ايه النتيجه؟ ان شاء الله الاهلي طبعا ربنا يعني هيوفقه ويحقق بطوله ونجاحات يعني دايما زي السابق، لان هو الاهلي ليه تاريخ وتاريخ وانجاز كبير. ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي ويحقق ان شاء الله 4 أو 3 النهارده بالاقل يعني ان شاء الله. وجود الاهلي في تنزانيا بيمثل لكم ايه وشايف المباراه ازاي النهارده؟ ان شاء الله دي حاجه كويسه، وده شرف لينا ان احنا اهلاويه ونشجع الاهلي كده في كل مكان. طبعا دي حاجه كويسه، وان شاء الله توقعاتنا ان شاء الله 3-0 باذن الله. كلمني بقى عن شعبيه الاهلي في تنزانيا ونتيجه المباراه النهارده، توقعها تمشي ازاي؟ هو ان شاء الله شعبيه النادي الاهلي مش في تنزانيا بس، شعبيه النادي الاهلي في العالم كله، وان شاء الله نفوز وان شاء الله نحقق نتيجه كويسه، وان شاء الله ما ننساش ان احنا زعماء افريقيا. فبالتوفيق ان شاء الله للاهلي والشعب المصري كله. زي ما بنقول فين ما تروح تلاقي جمهور النادي الاهلي وجمهوره ده حماه. كل الاجواء هنا رائعه كابتن ايمن، ان شاء الله النهارده كمان نكون موفقين في الملعب ونأدي اداء بشكل اكثر من رائع وكمان نتيجه رائعه ونرجع ان شاء الله 3 نقاط غاليه. كمي كابتن ايمن اتفضل.